للمزيد بشأن آخر التطورات مشاهدينا الكرام في غزة ميدانيا وسياسيا، معنا من القدس عبر سكايب الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي أستاذ راسم عبادات. مرحبا بكم أستاذ راسم معنا. أستاذ راسم تسمعوني؟ أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم. حياكم الله. تفضل. إذن حتى الآن حصيلة ضحايا العدوان على غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، هذه الأعداد الكبيرة أستاذ راسم، ألا تستدعي أن يضع العالم حدا لها، أم أنها يعني لا تعني العالم وأصبحت مجرد أرقام وحصيلة تحصى في كل يوم عبر نشرات الأخبار ووسائل الإعلام؟ طبعاً واضح أن ما يجري في قطاع غزة من عمليات قتل وإبادة جماعية وتجويع وحصار بحق الشعب الفلسطيني هي لم تلقى الاهتمام بشكل كبير على المستوى العالمي ولا حتى العربي والإسلامي في هذا الاتجاه للأسف. عندما يسقط 112 ألف مواطن فلسطيني كلهم من النساء والأطفال، 15 ألف شهيد من الأطفال وعشرة ألاف امرأة، هذا يفترض أن يحرك كل الضمير العالمي وكذلك العربي والإسلامي. ونحن نتوقع أن تكون مبادئ الأخوة القرابة في الدم والدين أقرب إلينا من القرابة في المبدأ والإنسانية، ولكن وجدنا أن ذلك العكس. عندما تعلن دولة مثل كولومبيا قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال احتجاجا على حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، والدول العربية والإسلامية ما زال الكثير منها يقيم علاقاته الدبلوماسية مع دولة الاحتلال والسفراء يتجولون في الكثير من العواصم العربية، بعد عن القيام بتزويد دولة الاحتلال بما تحتاجه من خضار وفواكه وأيضا نفط وغاز وأيضا منتجات غذائية أخرى. فهذا أعتقد أنه عار على هذه الأمة التي يتم فيها إبادة شعب من أبناء جلدتهم ودينهم وقوميتهم أن يتصرفوا بهذه الطريقة. ولذلك عندما يتم المس بمواطن إسرائيلي أو يجرح مستوطن، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الاستعماري تقوم هذه الدول ولا تقعد، ويلجؤون حتى إلى المؤسسات الدولية لفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني وعلى حركات المقاومة الفلسطينية. ومن هذا المنطلق نحن وجدنا أن الصمود الشعب الفلسطيني رغم دخول هذه الحرب الوحشية يومها التاسع بعد المئتين أخذت هناك مفاعيل تظهر على الساحة الدولية، وهل كن لها كل الاحترام عندما يأتي العون والمساندة إلى فلسطين من بعد آلاف الكيلومترات، وبينما أصحاب الأرض والقضية وذوي القربة هم على نحو خجول يدعمون ثورة الجامعات التي حدثت في جامعات النخبة الأمريكية وبدأت في جامعة كولومبيا لتمتد إلى أكثر من 100 جامعة أمريكية، وكذلك العديد من الجامعات الأوروبية سواء في فرنسا أو بريطانيا أو إسبانيا أو كندا وإيطاليا. فهذا مؤشر على أن هناك باتت الحركة هذه الانتفاضة الشعبية تؤرق صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشعرون بأن هذه التحركات ستشكل خطر على ما يسمى بالأمن القومي الأمريكي ودخول دولة الاحتلال على الخط، واتهام تلك الحركات الطلابية بأنها بين قوسين اتهموها بالعنصرية وباللاسامية. هذا دلالة على أن مفاعيل معركة 7 أكتوبر قد نقلت فلسطين قضية وشعبه وقضية وقضية وشعب وحقوق إلى نعم أستاذ راسم عمق الدول إلى الداخل الأمريكي. نعم. وأصبحت أيضا في هذا الاتجاه هي في إطار سعود إليك العملية تدخل في صلب العملية الانتخابية الأمريكية. أيضا دعنا نشكرك ضيفنا من إسطنبول عبر سكايب كاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سامر عوض. مرحبا بك أستاذ سامر معنا. مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين الكرام. حياكم الله أستاذ سامر. من ضمن الانتهاكات أيضا ما أورده المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، قال إن تحويل المدارس لقواعد عسكرية هو انتهاك
صارخ للقانون الدولي بحسب تعبير المرصد الأورومي التوسطي، فما بالكم إذن بالتهجير واستهداف المستشفيات والمدنيين؟ هذه انتهاكات الصارخة، ما تفسيركم لهذا الصمت على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان؟ يعني أولا في البداية الاحتلال تملص من أي التزام قانوني في الاتفاقيات الدولية، ولم يلتزم إلا باتفاقية واحدة وهي التي حكم عليها في قضية الإبادة الجماعية حتى يحاكم ألمانيا على المحرقة التي حصلت بحقه، وبالتالي يصور نفسه للعالم كضحية. اليوم الاحتلال منذ 75 عام وهو يرتكب ذات المجازر، لكن لم يكن الإعلام يفضحها في ذلك الوقت، بمعنى نتحدث عن 600 قرية قام تدميرها عن 48 وذبح آلاف الفلسطينيين في ذلك الوقت، وقامت دولته على جماجم الشعب الفلسطيني ودماؤه. اليوم في قطاع غزة الاحتلال قتل الشجر والحجر والإنسان والطفل والمرأة، بمعنى منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر كان الاحتلال يتضرع بأنه الشعب الفلسطيني قام بذبح 40 طفل، لكن لم نرى اليوم الرأي العام الدولي يتحرك قانونيا، أنا أتحدث لمحاكمة الاحتلال على 15,000 طفل فلسطيني قتلتهم الطائرات. العالم انتفض في قضية هيروشيما وناغازاكي ولم ينتفض قانونيا لمظلمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي نزل عليه 3 قنابل نووية في قضية حجم المتفجرات التي ألقيت على مدار 7 أشهر. الاحتلال ارتكب كل الانتهاكات القانونية، ويعني إذا ما أردنا أن نتحدث قتل الأطفال، قتل المدنيين، تفجير المياه وأبار المياه والموارد المائية، التحكم بسلاح التجويع وتجويع 2 مليون فلسطيني وحصارهم، ابتزاز سياسي للمدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، قتل الحيوانات، قتل المدنيين وهم في انتظار المساعدات، تدمير المستشفيات التي محمية بالقانون الدولي، الكنائس والمساجد ودور العبادة، المدارس والجامعات التي هي أيضا مكفولة ومحمية بالقانون الدولي، سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والدفاع المدني. يعني الاحتلال في قطاع غزة لم يترك محظورا دوليا وأخلاقيا وإنسانيا إلا وقام بانتهاكه. طبعا لذلك لأنه لن يكون هناك أي إنسان يلزم بحكم عدم وجوده ضمن الاتفاقيات القانونية التي قد يحاكم عليها، وثانيا لأنه يضمن بأنه لن يكون هناك أي طرف دولي يحاكم نظرا لقوة الدولية في العلاقات السياسية، وثالثا هو يستند إلى الحليف الدولي، بمعنى إذا لم تستخدم أمريكا الفيتو من أجلها ستستخدم بريطانيا وستستخدم فرنسا، وبالتالي هو يرتكن إلى هذه الدول التي تحميه في جرائمه وتمده بالسلاح والمال والعتاد والسياسة والدبلوماسية في حماية ظهره أثناء ارتكابه للمجازر. هذا كله دفع إلى أن يكون الاحتلال قائما بكل هذه المجازر دون أن يرمش له عين، وهو يقوم بذبح الشعب الفلسطيني على مرأة ومسمع من العالم وهو يدرك بأنه سيفلت من العقاب. لكن أن السحر انقلب على ساحر عندما تقدمت دولة مثل جنوب أفريقيا ملتزمة باتفاق الإبادة ووقعت عليه الاحتلال، بمعنى الاحتلال الآن أمام شكوى دولية من دولة مشتركة في اتفاقية الإبادة تقوم دولة أخرى بانتهاكها واستغلتها في المحرقة من أجل الاستفادة منها. هذا هو الوجه القانوني الذي استطاع أن يضع الاحتلال في قفص الاتهام ويحاكم على جرائم الإبادة. اليوم هناك خطر حقيقي يخاف منه الاحتلال ويخشاه، بل ابتز الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك عندما يتم الحديث عن قضية محاكمة لقادة الاحتلال في محكمة الجنايات. الآن يتم الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية مع أنها ليست عضوا في هذا المجال ليستخدم بريطانيا في منع إصدار مثل هذه القرارات لمحاكمة قادة الاحتلال، والابتزاز كان بقمة الوقاحة. يعني إسرائيل قالت للولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تستخدموا قواتكم في منع إصدار مثل هذه القرارات سنقوم بالعمل على انهيار السلطة الفلسطينية، بمعنى حل الدولتين اتفاق أوسلو سنقوم بنسفه. كل هذه العوامل دفعت الاحتلال لأن يكون أن يمارس كل الإبادة دون أن يعني يتوقف، لأنه يدرك بأنه سيتملص من العقاب. من هنا أستاذ راسم، أيضا الأمم المتحدة وحتى منظمات إنسانية عديدة الآن تحذر من عواقب اجتياح مدينة رفح، عواقب اجتياح قوات الاحتلال لمدينة رفح. هل تتوقعون أن قوات الاحتلال يعني عازمة على اجتياح هذه المدينة؟ وما الذي ستسفر عنه وما تأثير ذلك على الأوضاع المتأزمة أصلا إن حصل هذا الاجتياح؟
أنا يا سيدي من وجهة نظري أن دولة الاحتلال بقيادتها من اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو الفاشي اليهودي بن جفير وسموتريتش وأوريت ستروك وغيرها من قادة الفاشية، حتى من يسمون أنفسهم بالمعارضة الإسرائيلية جانتس وأزنيكوت وغيرهم متفقين بالذهاب إلى معركة رفح البرية، رغم أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تقول بأنها لا تقف إلى جانب عملية برية في قطاع غزة بدون أن يكون هناك خطة واضحة في هذا الاتجاه، وهي تدعو إلى خفض التدمير وتقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، وأن تكون هناك عملية أمنية منتقاة أو مختارة بمعنى استخدام الطيران وقصف أهداف عسكرية ومقرات أمنية لقوى المقاومة الفلسطينية، والقيام بعملية الاقتحام التدريجي مع عمليات الإخلاء وإيجاد ممرات وأماكن إيواء المدنيين. ولكن جوهر أهداف الحرب، هناك اتفاق أمريكي إسرائيلي في هذا الاتجاه بدلالة الاتصالات والتنسيق الذي يجري ما بين جالنت وزير حرب الاحتلال مع لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، والمحادثات التي يجريها بلينكن مع نتنياهو. ونحن ندرك جيدا أن بلينكن في أول جولة له بعد هذه الجولة السابعة جاء إلى دولة الاحتلال وقال أنا جئتكم كيهودي في هذا الاتجاه. ونتنياهو في هذه القضية على وجه التحديد هو دائما يتحدث عن ما يسميه بضرورة الذهاب إلى معركة رفح لتحقيق ما يسمى بالانتصار الساحق، وهو يدرك تماما أنه لن يحقق لا انتصار ساحق ولا نصر ولا صورة نصر ولا إنجاز ميداني أو عسكري بعد 209 أيام من الحرب التدميرية التي تجري بحق المدنيين والبنى والمؤسسات المدنية في قطاع غزة في هذا الاتجاه، بينما القوة العسكرية والتسليحية والجانب القيادي والتحكم والاتصال في عند قوى المقاومة ما زال قائما. وبالتالي أنا أعتقد بأن القوة الأساسية للمقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة ما زالت سليمة في هذا الاتجاه، والاحتلال عندما يتحدث أنه سيدمر بقية نعم كتاب حركة حماس والقوى المقاومة، ويجد نفسه كلما انسحب من منطقة تعود إليها قوى المقاومة وتقوم بإيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف جيش الاحتلال وضباطه، وتعرضت لأكثر من مرة من كمين من المقاومة الفلسطينية والتي باتت تقوم بالعمليات على شكل حرب عصابات الجوريلا وتوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف جيش الاحتلال. ومن هذا المنطلق أي عملية اجتياح لرفح سيكون هناك خسائر بشرية كبيرة في هذا الاتجاه، ويبدو أن المعركة قد تقترب في دلالة أن هناك تحركات غير مسبوقة للجيش المصري على الحدود لمنع أن يقوم عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين نتيجة هذه العملية بالدخول إلى الأراضي المصرية. والحديث في هذا الاتجاه على أن هناك مفاوضات وستجري صفقة تبادل واقتربنا من الاتفاق، حتى هذه اللحظة هذا حركة حماس تقول بشكل واضح أنها سترد بعد يومين أو ثلاثة على هذا المقترح، ولكن هي هو معقول مقاومة المفاوضة هي للتفاوض باسمها تقول بدون إنهاء الحرب ووقف إنهاء الحرب ووقف العدوان وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يكون هناك هذا الاتفاق، لأن القضايا الجوهرية في الأساس هي فك الحصار والانسحاب الإسرائيلي الشامل ووقف إطلاق نار دائم بالإضافة إلى إعادة الإعمار. نعم واضح أستاذ راسم. إذا عفوا أستاذ راسم، إذا أستاذ سامر يعني بالحديث أيضا عن المفاوضات وهذه الشروط بين الجانبين، ما آخر التطورات؟ أين وصلت المفاوضات على الأقل لتحقيق الهدنة لإيقاف إطلاق النار، وإلى أين برأيكم ستتجه الأمور بهذا الشأن؟ يعني العرض الإسرائيلي الذي قدم والذي يعني وصت عليه أمريكا بتصريحات بلينكين بأنه فرصة ذهبية لحركة حماس ويجب ألا تفوته، هو جزء من السياسة التي يعني يتم الآن الترويج لدخول رفح عبرها، بمعنى ما قدمه الإسرائيلي هو جزء من محاكاة النفس، يعني بمعنى الإسرائيلي يعني يتحدث مع نفسه في قضية ما يمكن أن يقدمه من ثمن أو ما يستطيع أن يقدمه من ثمن في قضية المفاوضات.
وهو الآن الاحتلال واضح بأنه لا يريد أن يلتزم بأي من مطالب حركة حماس، حتى قضية عدد الأسرى أو قضية الخلافات الجوهرية في داخل المفاوضات. المطالب يعني وإن كانت حركة حماس قد ردت بأنها ستدرس وتتعامل مع ذلك بإيجابية، الحديث حماس لا تعارض أن يكون هناك وقف هدنة مؤقت، لكن يجب أن يفضي ذلك إلى وقف إطلاق نار دائم، وهذا ما يرفضه الاحتلال. حماس لا تعارض قضية أن يكون هناك انسحاب جزئي من قطاع غزة وإعادة تموضع في بعض المناطق يفضي إلى انسحاب كامل من قطاع غزة، وهذا ما يرفضه الاحتلال ويريد البقاء في قطاع غزة. حماس أيضا في قضية إعادة النازحين من الجنوب إلى الشمال وقضية المساعدات، الخلاف على قضية إنه الاحتلال يصر على عدد من المعين إذا ما استطاع وسيدرس إمكانية ذلك، وبالتالي قد يتراجع، وهذا ما يريد عليه من ضمانات، ويبقى عدد الأسرى في قضية هذا المشهد. المعضلة الحقيقية بأنه حركة حماس لا تريد أن يكون هناك وقف إطلاق نار، لا تريد أن يكون هناك اتفاق بدون وقف إطلاق نار تضمن فيها على الأقل أن يعود الهدوء وأن يتم ترتيب الأوضاع من جديد، وهذا ما لا يريد الاحتلال. بمعنى الاحتلال الآن يراوغ، يعني نتنياهو الآن وضع في يعني في أختم وضع الآن نتنياهو، إذا لم تقبل حركة حماس سيكون هذا السبب من دخول رفح، لكن حقيقة هو يريد أن يدخل رفح، لذلك لا يريد وقت إطلاق نار، بمعنى سيقوم بالصفقة من جهة وهدنة مؤقتة ويدخل رفح حتى يحقق النصر المطلق الذي يتغنى به منذ البداية. إذن سامر عوض الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر أستاذ راسم عبيدات الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما.